مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عيش حياتك. موضوع حلقتنا النهارده مهم جدا لانه منتشر بشكل كبير جدا، وهو الانزلاق الغضروفي. كتير جدا من الرجال وكمان السيدات، وهقول قليل من السيدات، يمكن الرجال هم اكثر عرضه لمشكله الانزلاق الغضروفي، بتجيلهم المشكله دي وبيبقى الم شديد جدا، سواء كان طبعا الانزلاق الغضروفي ده قطني عنقي، يعني في برضو في الفقرات العجزيه بيجي برضو بعض الانزلاقات. عشان كده عايزين نتكلم اكتر عن الانزلاق الغضروفي وازاي بيتشخص واهميه الموجات الصوتيه واهميه يعني بعض الاشعاعات اللي بتتعمل ليه الانزلاق الغضروفي، ازاي اقدر اعالجه، هل محتاجين تدخلات جراحيه ولا ممكن العلاج يبقى من خلال حزام الظهر او من خلال بعض العلاجات الطبيعيه. تفاصيل كتير اكيد النهارده هنتعرف عليها مع ضيفي اللي مشرفني النهارده في قناه صحتي، الاستاذ الدكتور عبد الشافي حسيب، استاذ الروماتيزم وطب الازهر. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك. نورنا في قناه صحتك. اهلا دكتور عبد الشافي، زي ما قلت في المقدمه، الانزلاق الغضروفي يعتبر مرض العصر، سيدات كتير جدا ورجال بتعاني من مشكله الانزلاق الغضروفي نتيجه حاجه غلط، ماشيه قاعده غلط، نازله غلط، حاجات كتير بسيطه جدا ممكن تؤدي لايه؟ لفقره تطلع من مكانها. مبدئيا نعرف ايه هو الانزلاق الغضروفي واشكاله. الانزلاق الغضروفي ده حاجات زي ما حضرتك وضحتي ان هو من الحاجات المنتشره او من الحاجات اللي بتؤدي الى الام الظهر، ولابد برضو نوضح ان الانزلاق الغضروفي او المشكله الاساسيه هي الام الظهر. من ضمن اسبابها اصابه الغضروف، وقد اصابه الغضروف هنعرف ان هي عباره عن درجات وانواع. فبالتالي طبعا مهم جدا جدا نعرف الغضروف هو عبارة عن اللي هي الفاصل اللي بيفصل ما بين الفقرات، أو بنقولها ببساطة أكتر شوية إن هو المخدة اللي الفقرات بترتاح عليها. هذه الوسائد أو اللي هي مكون من مادة هلامية في المنتصف وحوالين منها مجموعة من الألياف. ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه لأنه قلنا بنريح الفقرات بتعمل عليه بترتاح عليه وبيسمح بحركة الظهر وحركة العمود الفقري. ولكن إذا الغضروف ده حصل فيه إصابة هيبتدي يعمل لنا ألم في الظهر. فالمريض بيشتكي من ألم في ظهره، بيروح للطبيب، المفروض الطبيب بيبتدي يسأله، ياخد منه تاريخ مرضي كويس أو يعرف إيه أسباب الحدوث ألم الظهر إزاي، أو ألم الرقبة برضو حصلت إزاي، بدأت إزاي، هل وطش حاجة تقيلة، هل تعرض لحاجة، عشان يبتدي يكون فكرة أولية عن أسباب ألم الظهر أو ألم الرقبة اللي عنده. إذن يا دكتور عبد الشافي، حضرتك وضحت دلوقتي ان الانزلاق الغضروفي هو نوع من انواع الام الظهر، ولكن طبعا بيكون الالم شديد اكتر، بيروح المريض للطبيب علشان يوضح من خلال بعض الاشعاعات اذا كان فعلا عنده انزلاق غضروفي ولا لا. لكن الانزلاق الغضروفي ده ليه درجات، في انزلاق غضروفي بسيط حاجه أيوة بسيطه، تمام. وفي انزلاق غضروفي وانا شفت يعني الموقف ده قدامي بشكل شخصي، واحد مش عارف يتحرك خالص من مكانه، وهو ثابت على السرير مش قادر يتحرك، لانه كل حركه بتوجعه جدا ومحتاج زي ما بنقول كده حد ينقله على طول. كلام سليم. نتكلم على درجات الانزلاق الغضروفي واشكاله سواء كان قطني او عنقي. طبعا زي ما اتفقنا وقلنا ووضحنا ان لابد الاول من ان احنا بناخد تاريخ مرضي، بنسال المريض ايه اللي حصل، ايه سبب الالم الظهر ده، ابتدت ازاي، هل ابتدت فجاه ولا كانت قليله وزادت، ولا ابتدت فجاه وزادت ثم او قلت. كل ده حاجات بناخدها في التاريخ المرضي للمريض، وبعد كده بنوقع عليه الكشف. برضو من الحاجات اللي هي بتخلينا بسرعه نتجه ان هو نشك ان الغضروف حصل فيه اصابه، من ضمن الحاجات في الكشف على المريض ان احنا واحنا بنرفع رجله مفروده لفوق ما بيقدرش يكمل. ده على طول حتى بيبتدي المريض بيبان على طول ان ده هنا حصل اصابه للعصب الوركي، ومن اشقى من اخطر الحاجات اللي بتاثر على العصب الوركي هي الغضروف. يعني انا وانا برفع رجله وانا برفع رجله في وضع الاستقامه كده مش قادر يكمل معايا، يبقى اعرف على طول ان هو الام الظهر بتاعه ده القطني، او ان هو يبتدي برضه بنرفع دراعه، او بيبتدي يحس بتنميل في دراعه مش قادر يرفع دراعه برضه، ومع الم من الظهر برضه من الرقبه بيبقى ممكن العنقي وهكذا. في الحاله اللي زي دي طبعا احنا بنطلب اشعه رنين مغناطيسي. طب ليه بنطلب اشعه مغناطيسي؟ عشان نحدد بالظبط درجه اصابه الغضروف. اشعه الرنين بتهمني جدا جدا لان بتحدد لي، لان بناء على كده هيتوقف عليها نوع العلاج. فبتجيني اشعه الرنين ببص فيها، او بيجيني تقرير الزميل استاذ الاشعه اللي هو عملها بيقول لي الدرجه قد ايه. قد تكون الدرجه درجه بسيطه اللي هي بنقول عليها بروز غضروفي، او بيقول عليها ديسك بالج، او درجه
اشد شويه بنقول عليها فتق غضروفي او تمام. اللي بنقولها ديسك هرنيشن، او ان جزء اتقطع من الالياف اللي حوالين وخرجت الماده الهلاميه من مكانها وضغطت على العصب، او الدرجه بقى الاكبر الثالثه دي اللي هو الدرجه الشديده وهي الانزلاق الغضروفي او الديسك برولابس ده، وهنا بقى خرج كل الغضروف ده طلع بره طلع خالص كله كجزء مع بعضه وخرج من مكانه وضغط على الحبل الشوكي ومنع عمل الألم عمل خنق العصب الوركي ده بقى زي الحاله اللي انت وصفتيها، ان المريض مش قادر يتحرك، مش قادر، بيعاني من الام مبرحه جدا مهما جدا، بقى نعمل قربة مهما سخنة، نعمل مهما لا نعمل يستجيب ولا يستجيب مساجات اي لا حاجة. يستجيب ولا يستجيب لحتى لمسكنات الالم ولا يستجيب لاي شيء، ده طبعا فعلا يبقى انزلاق غضروفي، وده الدرجه دي بقى اللي بنقول عليها هي تحتاج الى تدخل جراحي. تمام. عايزين برضو نتكلم على اكتر على وسائل التشخيص. حضرتك قلت من ضمن وسائل التشخيص الرنين المغناطيسي تمام. سواء كان في العنقي او القطني. عايزين برضو نتعرف اكتر على وسائل العلاج اللي بيبتدي بيها الدكتور للمريض، لان المريض بيبقى دايما موضوع عمليه جراحيه في الظهر ده مش سهل عليه مش سهل خالص، عليه او حتى في سواء كانت عنقي او قطني او ايا كان مش سهل عليه. تمام. واكيد حضرتك دايما بتلجا للتدخل الجراحي اخر حاجه، اخر انا حاجه اخر حاجه هعملها لك تمام التدخل تمام الجراحي. تمام ابتدي مع المريض بايه عشان اعرف احسن هيتحسن على العلاج ولا لا؟ زي ما اتفقنا ان المريض بعد الكشف عليه وشكينا انه عنده اصابه في الغضروف وعمل اشعه الرنين نمره واحد، اتضح انه عنده درجه بسيطه بنقول عليها بيسمى او غضروف صغير او بيسمى عليه البروز الغضروفي، ده لا يحتاج لتدخل جراحي، ده بمجرد انه التزام بالراحه التامه في بالذات في بدايه يعني في الايام الاولى من الاصابه مع بعض العلاجات اللي هي بنقول عليها مسكنات الالم ومضادات الالتهاب مع الراحه التامه ممكن ان هو يبتدي يحصل تحسن واستجابه، وبعدين يليه بعد كده بعد ما بيهدأ العصب خالص وبتاع بيبقى في وسائل اخرى مساعده زي العلاج الطبيعي وزي تقويه عضلات الظهر وهكذا. ده بيبقى حالته ده لا ما بنجيش ناحيه الجراحه في شيء. الدرجه الثانيه اللي هي بنقول عليها الفتق الغضروفي ده بتاخد احتمالين، يا بتاخد بنبتدي الاول بالعلاج اللي بنسميه كونزرفاتيف او العلاج التحفظي اللي هو مكون من علاج راحه تامه مع علاج دوائي زي ما قلنا بالادويه المسكنه للالم ومضاده للالتهاب، احيانا نحتاج اذا كان التهاب شديد في العصب الى حاجه اسمها الحقن الموضعي، بان احنا بنيجي عند جذر العصب وبنحقن العصب بيحصل استجابه بيبقى كويس جدا جدا. بعد كده بنديله بسط العضلات احيانا ما بيقبل لان الالم بيؤدي الى تخلص في العضلات فبنديله بسط للعضلات وهكذا، اذا كان عنده تنميل ولا حاجه بنديله الادويه اللي هي بتاعت الاعصاب اللي هي بتهدي التهاب الاعصاب، كل ده بنبتدي على طول معاه على طول ومع الراحه التامه. ده في الحاله الثانيه دي الدرجه الثانيه في نسبه كبيره جدا بيستجيب العلاج العلاج التحفظي ده. وبعد كده بيليه بعد كده ان احنا بنديله برنامج بقى التمرينات لتقويه عضلات الظهر، وممكن احيانا يستخدم حزام او ممكن ما يستخدمش على حسب الايه الحاله. الحاله بقى اللي هي اللي بتبقى فيها مشكله اللي هي سواء بدايتها شديده اشعه الرنين اثبتت ان هو في انزلاق، وطبعا الانزلاق بيبقى معاه علامات اكلينيكيه، اولا الم مبرحه تخديل وتنميل في الدفاع احيانا ما بيقدرش بيوصل الى دروب او بنقول عليه القضب الساقط مش قادر يحرك في سقوط في القدم الخضب. وفي بعض الاحيان العنيفه قوي بيبقى في البول مش قادر يتحكم فيه ده طبعا يبقى خلاص ده كمان يعني جزء يعني ده اعراض اكلينيكيه في البول ايوه ليه الاعصاب كلها قلنا اتخنق الحبل الشوكي وبدا بقى الدنيا خلاص بقى تبقى فيها مشكله. في هذه الحاله ده لا بد من التدخل الجراحي لانه لن ينجح معه اي علاجات تحفظيه او اي مسكنات الالم. طبعا ده هذا الحاله الثالثه دي اللي هي فيها خلاص اثبتت انه انزلاق غضروفي ده لابد من التدخل الجراحي. دكتور عبد الشافي كلمني اكتر عن العلاج الطبيعي في مشكله الانزلاق الغضروفي، لان في بعض الناس بتلجا للعلاج الطبيعي وحضرتك ممكن اصلا يعني تبعت الحاله لطبيب العلاج الطبيعي تقول له اعملوا بعض التمرينات الخاصه بيه، بعض الجلسات اللي هي بيبقى فيها حراره شويه طبعا عشان نظبط الموضوع ده. ليه تاثير وتاثيرها بيبتدي بعد قد ايه؟ زي ما اتفقنا ان العلاج الطبيعي ممكن يصلح قوي كوسيله علاجيه في في المرحله الاولى اللي هي اللي بنسميها البروز الغضروفي، وكوسيله وقائيه في المرحله الثانيه، لكن في المرحله الثالثه مش هينفع معاه علاج طبيعي. ده خلاص ده كده هو برنامج العلاج الطبيعي احنا طبيب سواء طبيب الروماتيزم او طبيب العظام بيبتدي يدي فكره وبيكتب فكره عن حاله المريض وما يحتاجه من انواع معينه من التمارين، لان طبعا احنا مش يعني في الحالات زي دي ما بنحتاجش تمارين حركيه، احنا بنحتاج تمارين تقويه في وضع الثبات بنسميها الاستاتيك اكسرسايز، دي تمارين عشان التمارين الحركيه ممكن تزيد من الغضروف اللي هو ممكن تحركه من مكانه، طبعاً. فلابد يكون التشخيص واضح
ولابد من وضع الفكره الاساسيه للتمارين، بحيث ان هو اما بيتجه بعد كده لمركز العلاج الطبيعي بيبقى عنده فكره الحاله شخصها شكله ايه. الاستعانه ببعض الحاجات المهدئه زي درجات الحراره اللي هي الاشعاعات الحراريه الحراريه والكلام ده بتفيد. كانوا بيقولوا لنا يعني اعملوا بالعيش كده على النار وحطوه على ممكن الظهر، يعني سمعت انا اي القصه وسائل دي. بقى تسخين دي منزليه بالارباب بالفوطه الدافيه بازازه فيها ميه، كل دي حاجات ممكن تفيد، بس برضو يا ريت تحت اشراف الطبيب وما يكونش اجتهاد من يعني علشان ما نبوظ ما الدنيا. نبوظ الدنيا اكيد طبعا، يعني فيبقى لازم الطبيب هو اللي يحط البرنامج العلاجي لهذا المرض. في نهايه الحلقه بحب اشكر ضيفي اللي شرفني النهارده في قناه صحتي، الاستاذ الدكتور عبد الشافي حسيب، استاذ روماتيزم بطب الازهر. شكرا ليك يا دكتور، ميرسي جدا على المعلومات القيمه. يا رب نتمنى الصحه والعافيه لكل الساده المشاهدين والوقايه من مشاكل انزلاق الغضروف. شكرا شكرا ليك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.